أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير من أبو مصر ماسك في هاي بونجور بالبلغاري دبروبوترو وبالأسواني، كيفكم وزي الحال؟ أهلا وسهلا بكم مرة تانية في قناتي واي اي فور مي. النهاردة معلش بطني قاعد، فيديو جديد بسبب مكالمة تليفون من واحد صاحبي، فراح اتصل بيا وقال لي أيوة يا عم أنت مسافر بقى وعايش حياتك ومبسوط بالدنيا. أحب أقول حاجة تانية خالص ورسالة ليا وللناس كلها، إن ممكن أنت تشوف شخص تحس ان هو مبسوط في الدنيا والحياه معاه لذيذه وفريش وكل حاجه، لكن عنده هموم كبيره جدا ممكن مش هتتخيلها. بصرف النظر ان انا عندي هموم كتيره، بس انا دايما بمشي بكلام الشاعر بوب مارلي اللي بيقول everything is gonna be alright, everything is gonna be alright, everything is gonna be alright. ما تاخدوش في بالكم ده عشان انا بطني وجعاني، يعني تعدوها لي المره دي. هقول له قصة واحد أنا اشتغلت معاه لمدة شهر بالظبط، اسمه بلاش اسمه. الراجل ده عنده فيلا، عنده الراجل ده محترم جدا، كل ما افتكره أدعيله بجد والله. عنده الفيلا 4 أدوار طبعا رخام، في حمام سباحة، جوه حمام السباحة في جاكوزي، البدروم صالة ألعاب رياضية جيم، في عنده فلبينيات بيطبخوا، في عنده أمن، في عنده جنينة فيها فواكه وفي يعني أشجار فاكهة وأشجار عادية، في خضار وأشجار زينة طبعا. مساحة الفيلا بس ما شاء الله كبيرة، 5 عربيات بلاش أقول الأنواع عشان كده يعني، واحدة منهم بس بي إم دبليو. بعد كده عنده شركات جوه مصر وبره مصر، الراجل ده متواضع جدا. شوف اللعيب اللي انا بحكيه لكم ده، انا في يوم كان يعني بيفطر معانا في رمضان، واحنا جايين يعني فطرنا ورحنا نصلي صلاه التراويح ورجعنا، احنا وراجعين فكان ماشي يعني، انا كنت ماشي معاه طبعا مش هو اللي ماشي معايا، فراح قال لي واحنا بنتكلم يعني، راح قال لي ايوه يا ابني والله الواحد نفسه يرتاح. عمري ما انسى الجمله دي طول حياتي، وانا بوجه له هو الرساله اللي كلمني حبيبي صاحبي اللي اتصل بيا وقال لي انت نفض للدنيا ده. الراجل ده شوف النعيم اللي هو فيه، شوف الجملة اللي قالها، أيوة يا ابني والله نفسي أرتاح. فعشان كده بقول لصاحبي خلي بالك، يعني كم الهموم اللي عندي عمرك مش هتتخيلها، يعني فعلا عمرك مش هتتخيل الهموم اللي عندي، بس بقول الحمد لله. و I believe one day I wanna be make something for all everybody from this world. ما انا قلبت انجليزي ومن شويه كنت بغني، فعشان انا عيان فعدوها لي. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بشوفكم في استنى صح استنى الفيديو اللي جاي بقى، الفيديو اللي جاي هقول لكم ازاي نعمل نسخن ميه في 3 دقائق من خلال علبتين التونه. انتظرين الفيديو اللي جاي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.